قالت ما تكشفتش وعلى ضوء التحركات المناهضة للاستفتاء والاحتجاجات اللي جاية من أطراف وأحزاب حكمت وشاركت في البلاد من سنوات وإلا كانت في المعارضة، وعلى وقع قرارات الهياكل النقبية والتعاطي مع ملف الزيادات في الأسعار وتدخل صندوق النقد الدولي في سياسة البلاد، وعلى وقع القضاء بين عزل 57 قاضي وإضراب 3000 قاضي نلقاو تونس اليوم. تونس اللي تصارع الأمواج العاتية، تونس اللي أبنائها ناقصين ماء وغذاء وناقصين قراية وفيها ما عادش حق وواجب هالقراية هذية والدراسة، تونس هذه اللي وهبلها الشهداء أرواحهم باش تقف على ساقيها، فما شكون يضرب فيها على قوايمها وعلى ساقيها ويمنعها من الوقوف. تونس اللي بدأت تشهد صراع من نوع آخر، تنابز بالمهن، وهو أخطر ما يمكن أن تعرفه بلاد تحب تتقدم وكل واحد يقول لك من راسي تقرع. تونس هذه راهي الكل التوانسة، ولكن اللي ما يمكنه باش يسيطر على مفصل إلا ولا سيد بوغلادة هذا اللي اختير على البلاد. نلقاو البلاد اليوم محتارة كيفاش الأسلاك والمهن تدخل في حرب متبادلة، كل واحد يقول أنا تونس وأنا الإصلاح وأنا التقدم وأنا القفز إلى الأمام، وهو ما في بالهمش اللي راهو ما توجدوا كان باش يكونوا في نفس البلاصة وعلى نفس البلاصة يتكاملوا في هالبلاد هذية مش باش يتصارعوا. اليوم المهن بكل اختصاصاتها محتاجة لهم تونس مع بعضهم، مش يتقاطعوا كل واحد يقول أنا أبو العريف. علاش هالتقسيم وهو أشوم تقسيم بين الشعب الواحد؟ الطبيب محتاج للمهندس والخضار محتاج ليهم الاثنين، وهكذا دوليك وهو محتاج للناس الكل. وقص على ذلك علاش التعالي هذا اللي نلمسه فيه اليوم مهنة تشيطن الأخرى على قياس الأحزاب وما جابت لتونس من مشاكل. تونس محتاجة إلى انصهار دستوري وقانوني وتفريق بين السلطات يكون زادة دستوري وقانوني. تونس ما تحتاجش إلى خبالة تدخل كبة تخرج تونس قيام. تونس محتاجة إلى تنسيق. تونس محتاجة إلى تفعيل مقولة الهدايا بن عروس. تونس محتاجة يفهموا بعضهم البعض التوانسة. الكل ما هيش محتاجة إلى بشر ظاهرهم ناس وباطنهم خفاش يباتوا يجلدوا في بعضهم البعض، ومن بعد تقولوا علاش سبيت فلان، يقولك والله ما نعرفه.